بعد أن سمحت لهم حكومة الصخيرات وجلبتهم تركيا لغزو البلاد واستيطانها لهم، لم يعد غريبا على أهالي العاصمة طرابلس أن يجدوا مرتزقة داخل منازلهم عند عودتهم إليها، بل الاستئذان منهم. فقد نشر أحد المرتزقة السوريون الملقب بأبو البراء من مواليد أغسطس عام 1992 ومن سكان محافظة حلب، نشر صورا له بداخل غرفة نوم بمنزل أحد المواطنين في العاصمة وهو يظهر بأريحية في المكان، كما نشر صورة أخرى ملتقطة برفقة عدد من عناصر المرتزقة بأحد المعسكرات بالمنطقة الغربية. دخول المرتزقة منازل المواطنين في العاصمة بل وإلى غرف نومهم لم تكن هي الأولى في المنطقة الغربية. رصدت مقاطع فيديو أخرى حجم المأساة التي تعرض لها الأهالي في العاصمة طرابلس، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت سيطرة وسلاء عدد من المرتزقة السوريين على عدة منازل، حيث وثق أحد المواطنين ما حدث داخل بيته وظهر وهو يستأذن مرتزقة يقيمون فيه للدخول إليه ومعرفة ما إذا كان تم تهيئة وسرقة هذا المكان أم لا، قائلا لهم: هل تسمحون لي أن أتفقد منزلي وملابسي داخل غرفة نومي لو أمكن؟ ممكن غش، ممكن هنا قال يسكر هذه، ممكن أوكي. مرتزقة سوريون آخرون ظهروا في مقطع آخر وهم يقومون بتنظيف أحد المنازل ويطلبون إيجارا بقيمة 500 دينار. يجسد هذا المشهد واقعا ملموسا في عدد من مدن المنطقة الغربية بعد أن سيطر عليها ميليشيات حكومة الصخيرات والمرتزقة الذين يؤتمرون من قبل ضباط أتراك، حيث استوطن مرتزقة سوريون منازل ليبيين ورفضوا مغادرتها في ظل صمت حكومة الصخيرات ومعاناة المواطنين.